بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو الطائف. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم. نبدأ الشيخ صالح بتفسير الآيات الأخيرة من سورة فصلت، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين من آخر سورة فصلت يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا، أي الكفار الذين ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالله ويشركون به، أن الله سبحانه وتعالى سيريهم من آياته الدالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ثبوت ما دعا إليه من توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة. والسين هذه للمستقبل، أي نريهم مستقبلا، وهي المستقبل القريب، وتسمى سين التنفيس. سنريهم آياتنا، أضافها إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أوجدها، دالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في الآفاق، في هذا الكون الواسع، قد بث الله فيه من الآيات البينات الدالة على الحق ما فيه كفاية ومقنع لمن يريد الحق. وفي أنفسهم يبين الله لهم ما في أنفسهم وأجسادهم من دقيق صنعته سبحانه وخلقته لهم، ما يدل على قدرته التامة وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم يأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الأصنام، عبادة غير الله عز وجل. فهذا الكون مع القرآن الكريم، لأن الآيات على قسمين: آيات متلوة وهي آيات الوحي المنزل، وآيات مشاهدة مخلوقة وهي الآيات الكونية، مما بثه الله في الأرض من البينات
الدالة على قدرته وانفراده بالخلق والتدبير، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى في العبادة التي دعا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا شك أن في الإنسان من خلقته وحواسه وعظامه ولحمه وعروقه واختلاف وظائف أعضائه ما يدل على قدرة الحكيم العليم الله الذي خلقه وركبه سبحانه وتعالى، وأنه المنفرد في الخلق والتدبير، فيجب أن يفرد بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الآية من سورة فصلت تشبه الآية التي ذكرها الله سبحانه وفي الأرض، يعني في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات أي علامات ودلالات على قدرة خالقها سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. وفي أنفسكم أيها الناس، لو تفكرتم في أنفسكم وما فيها من دقيق الصنعة وجمال الشكل وغير ذلك من العبر والعظات، أفلا تبصرون؟ تبصرون ما خلقه الله في هذا الكون، تشاهدونه إبصار معتبر ومتفكر، وما في أنفسكم من هذه الخلقة العجيبة وهذا التركيب البديع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله جل وعلا صوركم فأحسن صوركم، فالإنسان فيه عبر وعظات. لو أنه تفكر في نفسه أولا قبل أن يتفكر فيما هو خارج نفسه، ولكن إذا عميت البصائر لم تنفع الدلائل والآيات، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حتى يتبين لهم، نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه أنه هو الحق، أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا دليل آخر على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يشاهده ويرى حركاته وسكناته ويسمع ما يقول، وهو يقول: إن الله أرسلني إليكم، وأن الله أنزل علي هذا القرآن والحكمة. فلو كان كذابا لما أمهله الله عز وجل ولما أعانه ونصره، لأن الكذابين الذين يدعون النبوة يعاجلهم الله بالعقوبة وتنقطع أذكارهم وأخبارهم. فالله جل فشهادة الله له بالرسالة، الله قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. فالله أثبت له الرسالة
أيضا الله يطلع على تصرفاته وعلى دعوته وعلى ما يقول للناس، فلو كان كاذبا ولو تقول علينا، يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول علينا ما لم نقله بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أو العرق، عرق الحياة. فعاجله الله في العقوبة، كون الله يمهله ويعينه ويصدقه، ألا يدل هذا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ثم قال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. مع هذا، هذه الآيات والدلالات وشهادة الله عز وجل لم تزل المرية في قلوبهم من لقاء ربهم، ينكرون البعث، ينكرون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألا إنه، ألا أداة استفتاح، إنه سبحانه بكل شيء محيط، محيط علمه بكل شيء، الماضي والمستقبل والغيب والشهادة، ولا يخفى عليه شيء. فكيف يخفى عليه أمر الكذاب الذي يكذب عليه سبحانه وتعالى ويتقول عليه ويمهله وينصره؟ فهذه براهين على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق إخوانه من النبيين والمرسلين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. برنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. الأخت أم خالد تقول من جازان الشيخ، تقول بأنها قبل 5 سنوات لم تستطع الصوم بسبب المرض وتريد الآن الصوم قبل دخول رمضان، ما الحكم؟ نعم، يجب عليها أن تصوم ما عليها من القضاء قبل دخول رمضان الحالي إن كانت تقدر على ذلك، ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء مع القدرة عليه إلى ما بعد رمضان. نعم. أم منال أيضا من جازان تقول: الشيخ، تسأل بأنها حلفت ألا تدخل بيت خالها وبيت جدها، وحلفت أيضا أن والدها لا يتزوج أو لن يتزوج بعد وفاة أمها، ثم دخلت البيوت لأقاربها وتزوج الأب، ماذا عليها؟ عليها كفارة اليمين، عليها أن تكفر كفارتين، عن عدم الدخول وعن زواج من حلفت أنه لا يتزوج وقد وقع خلاف ما حلفت عليه، فيجب عليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم، عليها الكفارة عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف الصاع، كيلو نصف من الطعام، أو كسوتهم كل واحد ثوب، 10 ثياب على 10 مساكين. فإن لم تقدر على شيء من ذلك فإنها تصوم 3 أيام. قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.
أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخوي الكريم الشيخ عبد الكريم مقرن، وتحية لضيفك الكريم معالي الشيخ صالح فوزان. وأقول لدي ثلاثة أسئلة يا معالي الشيخ. تفضل. السؤال الأول، أرجو أن يتوجه كلمة لو بسيطة لإخواننا اللي هم مفسري الرؤى ومعبري الأحلام. لقد ظهروا في الآونة الأخيرة يعني ويفسرون الأحلام، يعبرون الرؤى، وقد انشغل كثير من الناس في هذه القضية. السؤال الثاني، طيب لحظة خلي الشيخ يجاوب. الشيخ لحظة، شكرا نايف. نعم، الرؤى التي ليست أضغاث أحلام لها تفسير بلا شك ولها تأويل، لكن ما كل واحد يستطيع أن يفسرها. هذا شيء يجعله الله في بعض الناس، فعليهم أن يتحروا ما يظهر لهم من تفسير الرؤى ولا يستعجلوا، وعليهم ألا يتخذوا على ذلك حرفة ومهنة، ولأنهم إذا اتخذوا عليها يعني مقابل يتهمون في تفسيرهم وتأويلهم. وعليهم أن يتقوا الله، وما كان من فيه خير وتفسير فيه خير يظهرونه، وما كان فيه غير ذلك فلا يبينونه ويحزن الناس أو يخوفوهم بذلك. نعم. السؤال الثاني يا نايف. معالي الشيخ، بالنسبة لي الفرق بين الصدقة في السر والعلن. طيب. والسؤال الثالث. لحظة نايف. قال الله سبحانه: إن تبدوا الصدقات هو خير لكم، وقال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل وأبعد عن الرياء. إلا إذا دعت حاجة إلى إظهار الصدقة يقتدي به الناس فيتصدقون، أو ليعلموا أن فلانا محتاج فيتصدقون عليه، فإظهار الصدقة في هذه الحالة أفضل من إصرارها للمصلحة الراجحة في ذلك. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا معالي الشيخ، ما هو تفسير قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا. نعم، لأن الناس بعد أدائهم الحج كانوا في الجاهلية، إذا انتهوا من الحج يدعون الله بأمور الدنيا، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب، ولا يهتم بأمور الآخرة لأنه لا يؤمن بها، وإنما همه الدنيا. ومنهم من يقول، وهم المؤمنون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة تشمل كل الخير في الدنيا والآخرة، فهم يجمعون أمور الدنيا وأمور الآخرة، يدعون الله لدنياهم وآخرتهم. فالمؤمن لا يقتصر على أمر الآخرة فقط وينسى الدنيا، ولا يقتصر على أمر الدنيا وينسى الآخرة، بل يدعو الله له في الدارين. نعم. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ صالح: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسعى، وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعيا، فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ لا يعيد الطواف لأنه طاف، ولكن عليه أن يعود ويؤدي السعي ليكمل نسكه من حج أو عمرة، فيعود ويأتي
بالسعي، ولو تأخر ذلك فإن السعي ليس لوقته نهائي يعني حد محدد، بل متى ما تيسر له يسعى ولا يكمل نسكه إلا بذلك. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يتم نسكه إلا بذلك بالسعي، لأنه ركن من أركان الحج. نعم، أحسن الله إليكم. أرجو من الإخوة أن يرفعوا السماعة اللي في أذني لأني ما أسمع المتصل إلا بعيد. معنا علي على الخط، تفضل يا علي. علي، السلام عليكم. وعليكم السلام. بس أن الله يحفظك عن الحنث في الحلف، الإطعام أول ولا الصيام أول؟ يا أخي الصيام ما يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق، بعد ذلك يصوم. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله. تردد. طيب، في تردد. طيب فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما رأي الشيخ إذا أخذت عمرة وقصرت من بعض الرأس فقط؟ لا يكفي بعض الرأس، لا بد أن يأخذ من جميع جوانب الرأس، يقصر من جميع جوانب الرأس، من جوانبه ومن وسطه، ولا يترك جانبا منه لا يقصر منه، لأن التقصير يقوم مقام الحلق. وكما أنه يجب حلق جميع الرأس ولا يكفي حلق بعضه، فكذلك لا يجوز تقصير بعضه وترك البعض الآخر، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم، فأضاف الحلق والتقصير إلى الرؤوس لا إلى بعض الرؤوس. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد حلق كل رأسه عليه الصلاة والسلام، والتقصير مثل الحلق، يعمم على الرأس. نعم. عبد الملك من جدة، تفضل يا عبد الملك. عبد الملك، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول عن شخص من الأشخاص بأنه مبارك؟ هل هذا يا شيخ من الغلو، يدخل في الغلو؟ طيب، هذا السؤال الأول. جاوب الشيخ. لا يا أخي، هذا طيب، تقول أنت مبارك، بارك الله فيك، هذا من التفاؤل والدعاء، وهذا شيء طيب، وجعلني مباركا أينما كنت، فهذا من باب الدعاء والتفاؤل يا أخي، وليس هو من باب الغلو. نعم. السؤال الثاني عبد الملك. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم وضع المسلم لصورته الشخصية على مواقع التواصل بحجة أنه يريد أن يعرف بنفسه؟ هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ هذا لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة، إذا كان يضطر إلى استعمال الصور في حفيظة النفوس، في البطاقة الشخصية، في جواز السفر، فلا بأس بذلك للضرورة، أما غير ذلك فلا يحتفظ بالصور ولا تستعمل الصور لغير ضرورة إلى استعمالها. نعم. السؤال الثالث. طيب فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا السائل يقول بأنه مصاب بسلس البول أعزكم الله، كيف التحفظ من ذلك وكيف أؤدي الصلوات ولو جمعت الصلوات؟ نعم، إذا كان البول ينزل دائما ولا ينقطع في وقت من الأوقات، فإنك إذا أردت الصلاة، تستنجي وتضع شيئا يمنع تسرب البول على ذكرك، ثم تتوضأ ثم تصلي في الحال، ولو نزل منك قطرات وأنت تصلي فصلاتك صحيحة، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ صالح عن الأعمال التي تطهر القلوب، ما أبرزها؟ أبرزها الواجبات، يؤدي الفرائض أولا ثم يأتي بالنوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فأولا يبدأ بالفرائض والواجبات ثم يأتي بالنوافل المشروعة، وهذا يطهر القلوب بإذن الله ويزكي النفوس. نعم. حسام من العلا، تفضل يا حسام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. معلك أمر يا شيخ، بس بسألك عن شو اسمه الزكاة، اللهم صل على محمد، مو الزكاة، الإطعام حق رمضان. الإطعام؟ أيوة نعم. في؟ أيوة، عشان رمضان. الإطعام للعاجز عن الصوم يا أخي، الذي لا يقدر أن يصوم لكبر وهرم أو لمرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام معه، يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف عن كل يوم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يعجزون عن الصيام لكبر أو لمرض مزمن فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان الجورب أو الحذاء عزكم الله الذي نمسح عليه أثناء الوضوء يصل إلى أدنى من الكعبين، فهل يجوز المسح عليهما؟ لا يجوز المسح عليهما حتى يضفيا على الكعبين وما تحتهما، تكون الرجل التي يجب غسلها مستورة بالجوربين أو بالخفين، وأما ما ينزل عن الكعبين فإنه لا يجزئ المسح عليه لأنه غير ساتر. نعم. سائلة أرسلت للبرنامج هذا السؤال، تقول: والدتي بقي من عدتها بضعة أيام ثم احتاجت للضرورة للمستشفى، فذهبت ثم استدعى الأمر أن تمكث في المستشفى بقية الأيام، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، إذا احتاجت إلى مراجعة المستشفى أو عرض لها عارض من المرض استدعي أن يذهب بها إلى المستشفى، فلا بأس بذلك، لأن هذا خروج لحاجة. وأيضا لو استدعى الأمر إلى أنها تبقى في المستشفى وتعالج فيه فلا بأس بذلك، ولو انتهت عدتها وهي في المستشفى، لأنها معذورة بهذا. نعم. أبو غيث من الرياض، تفضل أبو غيث. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ سؤالي بسيط، بس أنا جيت بيتي، زوجتي ما هي موجودة في البيت، خرجت من بيتها بدون علمي من الرياض إلى مكة، هل لا لها مصروف لها أو ولدها؟ لأنه أنا الحين برفع لها قضية طلاق. ألو. والله يا أخي هذه قضية لابد من مراجعة القاضي فيها، ينظر فيها ويخبركم بما يجب، لأن هذه دعوى عليها، لابد أن تسأل هي بحضرتك والقاضي ينظر أيكما المحق. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمار من القصيم يستفسر عن هذه العبارة، يقول، يردد بعض الناس: أتعبتني هذه الدنيا
وأيضا نوائبها وشدائدها، هل في هذا محظور شرعي؟ لا، يكره كراهية، يكره كراهية أن يسند الأمور إلى الوقت أو أن يذم الدهر أو السنة أو الوقت، يكره هذا كراهية وينهى عنه. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال سبحانه في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا ما يجري هو بأمر الله لا بأمر الدهر، الدهر إنما هو وقت وزمان ومقدر من الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب إليه نفع ولا ضر. نعم. له عبارة أخرى يسأل عنها: أنقذتني العناية الإلهية من هذا الحادث. لا، يقول: أنقذني الله بعنايته ورحمته من هذا الحادث، فلا ينسب إلى صفة الله أنها هي التي تصرفت، وإنما المتصرف هو الله جل وعلا، فيقول: أنقذني الله برحمته بعنايته، أدركني بعنايته ورحمته وما أشبه ذلك. نعم. من مكة المكرمة أبو خالد يقول: هل لعقيقة المولود الذكر سن معينة؟ وهل يجوز لجده القيام بتكاليف العقيقة كهدية؟ نعم، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المجزئة. بالنسبة للضان يكون لها على الأقل 6 أشهر، بالنسبة للمعز أن يكون تم لها سنة، يكون تم لها سنة، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالأضحية، ولا بأس أن ينوب غير الوالد عنه كالجد أو غيره بذبح العقيقة على حسابه، لا بأس بذلك. نعم. محمد من حفر الباطن، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سؤالي للشيخ: صفة الاستغفار. صفة الاستغفار أن تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو تقول: اللهم اغفر لي، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الواردة. نعم. جزاك الله خير. سؤالي الثاني: دخلت المسجد أنا ومعي أشخاص والإمام في التشهد الأخير، هل ننتظر الإمام حتى يسلم ونصلي جماعة أم نجلس مع الإمام؟ شكرا يا محمد. إذا كنتم جماعة فإنكم تنتظرون حتى يسلم الإمام ثم تقيمون الصلاة، ولا تقيمون الصلاة والإمام لم يسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول في الآية الكريمة في قوله: لا تحزن إن الله معنا، ما المقصود هنا في المعية؟ نعم، هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في حال اختفائهما في غار ثور، لما طلبهما المشركون ووقفوا على الغار، فقال أبو بكر خائفا على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذه المعية معية خاصة، معناها العناية بهم وحفظهم، والعناية بهم وحفظهم ورد العدو عنهم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه معية خاصة، معناها الحفظ والحماية والنصرة
والتأييد من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ناخذ يسلم من جدة. تفضل يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ ابغى اسالك عن عندي كانت في بيتي، هل خرجت من بيتي؟ يسلم يسلم قصر التلفزيون شوي، قصره لانه مشوش علينا. تفضل. سنتين وثمانية شهور والان ما ادري هل لها نفقة ولا نفقة؟ السؤال الاول هذا. يا اخي ما ندري عن سبب خروجها، ربما تكون أنت الذي أخطأت عليها، فلا بد من سماع كلامها، وهذا عند القاضي. القاضي هو الذي يوجب النفقة أو يسقطها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبد الله يقول هل لعن المرأة يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا، ولكن يعد إثما، فيه إثم كبير. قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وإذا كان المؤمن قريبا منك أو زوجة أو فالأمر أشد، فعلى المسلم أن يمسك لسانه عن اللعن والسباب والشتم. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. نعم. يقول السائل أخذت من صديق مالا دون علمه، وذلك في ريعان شبابنا، ولا أستطيع أن أرده الآن خوفا من زعله، فهو صديقي المخلص، فهل أتصدق به وكيف التعامل في ذلك؟ لا بد من رده، إما بطريق مباشر تطلب منه المسامحة، وإما بأن ترسله مع أحد يوصله إليه. ولا تتصدق به وصاحبه موجود، لا بد من إيصاله إليه بأي طريق، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة التي وردتنا أيضا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل ما حكم قيام ليلة الجمعة وخصوصا قبل رمضان لما لها من مكانة عظيمة، وأيضا استبشارا بدخول شهر الصوم؟ لا يا أخي، لا يجوز هذا، أن تخص ليلة الجمعة بقيام، لا سيما إذا كانت قريبة من رمضان، فلا تخصها بقيام، لأن قيام هذا من خصائص رمضان، صيام النهار وقيام الليل من خصائص رمضان، إلا إذا كان لك قيام أنت مداوم عليه في السنة، فإن ليلة الجمعة وغيرها سواء، وقرب رمضان أو غير قرب رمضان، إذا كنت تداوم على عمل تداوم عليه من قيام الليل وصيام التطوع. أما أن تخص بعض الأيام أو بعض الليالي بعبادة دون غيرها فهذا بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. عائض من جدة معنا على الخط. تفضل يا عائض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤالي طال عمرك عن ساهر الله يحفظك، الربا في ساهر يعني هل حلال ولا حرام؟ نعم نعم. السؤال عايض عايض المخالفة الساهر اللي هي ربا، هل هي حلال ولا حرام؟ مخالفات ساهر، ايه السرعة وما غيره. نعم 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 يا شيخ. هذا نظام لمصلحة الناس ولحفظ النفوس، فإذا رأى ولي الأمر أن يضع عقوبة على من يسيء السير في الطرقات ويضايق الناس أو يعرضهم للخطر، يضع نظاما يمنع من ذلك، فله ذلك ويجب طاعته،
بل لو لم يضع شيئا فإن المسلم يرفق في سيره وقيادته للسيارة حفظا لنفسه وحفظا لغيره. نعم، ولكن يقول تدبيل القيمة يا شيخ صالح. لا، القيمة ما تدبل، القيمة ما تدبل، هي القيمة هي هي، ولا تدبل للتأخير، لأن هذا يجعلها ربا، يجعلها من قبيل الربا، مثل ربا الجاهلية، إذا تأخر الدين زادوا على المدين المعسر. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الرقية الجماعية بحيث يقرأ الراقي على مجموعة من المصابين بوقت واحد. لا أصل لهذا ولا يجوز هذا، هذا من الابتداع في الرقية، وهم يعملون هذا طمعا في المال، ليرقوا جماعة كثيرة حتى يعطوهم أموالا كثيرة، هذا خلاف آداب الرقية. الرقية من الراقي إلى المريض مباشرة مباشرة، ولا يرقي جماعة بقراءة واحدة، يقف بالباب أو أيضا يتوسع فيرقيهم بالإذاعة أو بمكبر الصوت أو ما أشبه ذلك، هذا من أجل الطمع في أخذ المال الكثير، وأيضا هو مخالف للرقية الشرعية. نعم، يستفسر من فضيلتكم عن كتاب عنوانه الوابل الصيب في الكلام الطيب. هذا كتاب في الأذكار لابن القيم، للإمام ابن القيم، وهو كتاب جيد، وابن القيم معروف رحمه الله بعلمه وإمامته وتحقيقه. نعم، يقول سافر أخي لمدة 5 سنوات وعنده مبلغ كبير من المال لم يزكيه خلال هذه 5 سنوات، هل يزكيه لمرة واحدة بعد أن عاد من عمله في الخارج ودراسته؟ يزكيه عن كل سنة، يجمع زكوات السنين في هذا المال ويخرجها جميعا حسب استطاعته، أما أنه يزكيه مرة واحدة فلا يجزي هذا، إلا في المال الذي لا تدري هل يعود إليك أو ما يعود، كالذي على مماطل أو على معسر ولا تدري يعود أو لا، هذا إذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة. أما المال الذي في محلك أو في صندوقك أو المال الذي هو ينتظرك، فهذا تزكيه عن كل سنة، لكن تخفض زكاة السنة الأولى من السنة الثانية وتزكي الباقي وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، ما حكم الاشتراط في العمرة وما معنى الاشتراط مأجورين؟ الاشتراط في العمرة أو الحج إذا خاف من المرض، إذا خاف من المرض أو من عدو ولا يدري هل يتمكن من أداء النسك أو لا، فإنه يشترط ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل في هذا أن ضباعة بنت الزبير بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألته فقالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي يعني إحلالي من الإحرام حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما الإنسان السليم والإنسان الذي ليس عنده مانع أو يترقب مانعا فلا يشترط، لأن الصحابة ما ورد أنهم كانوا يشترطون، إنما هذا للذي عنده سبب يخاف أن يتطور معه ويمنعه من المضي في النسك. نعم، هذا سائل يقول نحن من هواة الصيد فضيلة الشيخ، فهل الصيد الذي نصطاده كله حلال؟
ما أحله الله فهو حلال. الصيد الذي أحله الله من الطيور والظبا والأرانب وغير ذلك هذا حلال، وأما صيد المحرم هذا لا يجوز، كسباع الطير وسباع الحيوان هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. ما الحكم يا شيخ في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، لأن حملها الحقيقة خايفين عليه، فخالفت الأطباء فأسقطت جنينا ميتا في الشهر الخامس والنصف؟ نعم، إذا نصح الأطباء من الحركة ومن العمل لأن في ذلك خطورة على حملها فخالفت وعملت ما منعها منه الأطباء، فتسبب عن ذلك سقوط الجنين وقد نفخت فيه الروح، فعليها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، العتق أولا لكن غير موجود الآن، فتصوم شهرين متتابعين كفارة عن هذا الذي حصل منها في حق الجنين، لأنها مفرطة وقد نهيت عن ذلك فلم تمتثل. نعم. هذا يسأل الشيخ صالح يقول: ما مدى صحة هذا الحديث من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وما معنى ذلك، وكيف يشتري المسلم أو الإنسان نفسه من الله؟ أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن سورة الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، فبها فضل عظيم، ولكن تحديد عدد معين من قراءة سورة الإخلاص يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا على ذلك. نعم، ورد أنها مع سورة الفلق وسورة الناس تكرر كل سورة منها 3 مرات في الصباح والمساء في الورد، هذا ورد فيه دليل، أما 1000 مرة أو أكثر ما أنا لا أعلم شيء من هذا. نعم. أبو طلال من الرياض، تفضل أبو طلال. تفضل أبو طلال. نعم يا أبو طلال. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول لي رجل الحقيقة زميل ويكتب العزائم بالزعفران ويقوم ببيعها فيخلطها في الماء وتشرب، فما حكم بيع مثل هذا الماء والنفث فيه للرقية؟ لا مانع من ذلك أن يكتب القرآن في صحون طاهرة أو على أوراق ثم تغسل الكتابة ويسقاها المريض، لا بأس بذلك، رخص فيه السلف، وأيضا هو داخل في الرقية بالقرآن، ويجوز بيع هذه الأوراق لأنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية كما جاء في الحديث، ولكن كونه يتبع هذا بالنفث هذا لا أعلمه، الكتابة نعم، أما أنه يتبع هذا بالنفث ينفث في أي شيء، ينفث بالزعفران، ينفث يكفي الكتابة مع النية. نعم. عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. السلام. يا شيخ، ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت؟ لا يجوز مخالفة وصية الموصي، فيجب تنفيذها على الوكيل على الوصية والقائم عليها، إذا كانت وصية شرعية يجب تنفيذها، إلا إذا كان الميت عليه ديون فلا تنفيذ للوصية إلا بعد قضاء الديون. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل يقول: لنا قريب مريض أهله يقومون بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم،
وقد يصلي الصلاة شيخ صالح وفي بدنه شيء من النجاسة، ويصلي بالتيمم لكل صلاة، عنده أنبوب لإخراج البول عزكم الله، فهل يلزم الأهل تفريغ الكيس لكل صلاة مع أن في ذلك مشقة عظيمة عليهم وعلى من يقومون بخدمته؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي المريض على حسب حاله، إن استطاع الطهارة بالماء فهي الأصل، وإن لم يستطع فإنه يتيمم صعيدا طيبا ويضرب عليه ويمسح على وجهه وكفيه ويصلي والحمد لله. نعم. هذا يسأل عن البيوع فضيلة الشيخ، ما المنهي منها من هذه البيوع؟ وبيع التورق هل هو جائز؟ المنهي كثير عن البيوع التي فيها غرر، والبيوع التي فيها غش، والبيوع التي فيها جهالة، والبيوع التي لا يملكها البايع أو غير موكل في بيعها. شروط البيع سبعة تراجع، أما إذا توفرت شروط البيع السبعة فالبيع صحيح، إذا اختل شرط منها فالبيع باطل. نعم. أبو عبد العزيز من الرياض، تفضل يا أبو عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا شيخ أنا بسأل، أن أنا مرة من قبل سنة أو سنتين سرقت، والحمد لله أني أنا تبت الآن، بس ما أدري، أنا بسدد اللي سرقتهم بس ما أدري وين مكانهم، نسيت المكان، فوش حكم؟ لا تصدق عنهم بالنية ولا وش أسوي؟ جزاكم الله خير. إذا لم تقدر على إيصال المال إلى صاحبه الذي سرقته منه وأيست من الوصول إليه ومعرفته، فإنك تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. في رمضان فضيلة الشيخ، ما أفضل العدد في صلاة التراويح، وما حكم الزيادة عن 11 ركعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 أو 13، لكنه كان يصلي وحده ويطيل الصلاة جدا. والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة عمر صلوها في المسجد 23 ركعة، خففوا من الصفة وزادوا في الركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا كان يطيل الصلاة فالأفضل أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13. أما إن كان يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في عدد الركعات، ولا حد محدود في ذلك، ولكن فعل الصحابة لا شك أنه سنة في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان وعهد علي بن أبي طالب وبقية العشرة وبقية الصحابة، كلهم كانوا يصلون في المسجد 23 ركعة. فليس بدعة، هذا ليس من البدعة. قلة عدد الركعات أو كثرتها يتبع صفة الصلاة تطويلا وتخفيفا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا طالب يقول: ما الراجح في الفرق بين الجائز والحلال؟ لا فرق بينهما يا أخي، الجائز هو الحلال والحلال هو الجائز. نعم. الشخص الذي عليه دين فضيلة الشيخ هل يزكي؟ نعم، يزكي ما معه من المال ولو كان عليه دين، أو لو سدد الدين قبل أن يتم الحول فإنه يسقط ما سدده ويزكي الباقي، وإذا لم يبقى شيء فليس عليه زكاة.
أما إذا حال الحول والمال في قبضته وفي يده وهو ماله فإنه يجب عليه أن يزكيه ولو كان عليه دين. نعم. كيف يكون الرضا بقضاء الله وقدره؟ الرضا بالإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وما إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فيعتقد ذلك كما جاء في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. نأخذ الاتصال الأخير مختصرا. أبو أحمد من الطائف. أيوة أحمد. أخ الله عبد الكريم، مساك الله بالخير. أهلا. مساك الله بالخير يا شيخ. تفضل. عندي سؤال. مساك الله بالخير. تفضل. في سؤال: من هم الشهداء غير شهداء الحرب؟ وهل يندرج من يموت في حادث سيارة تحت حكم المتردي؟ السؤال الأول. طيب شكرا، يجاوب الشيخ على السؤال، نكتفي فيه. يا أخي، الشهادة على قسمين: شهادة في الدنيا والآخرة، وهي الشهادة في سبيل الله، في سبيل الله في المعركة، يقتل في المعركة يريد إعلاء كلمة الله، فهذا يكون شهيدا في الدنيا والآخرة. الدنيا يعامل معاملة الشهيد، وفي الآخرة له أجر الشهيد. والنوع الثاني شهيد في الآخرة فقط، وهو الذي يموت بحادث مفاجي، الذي يموت بحادث مفاجي، يموت بالطاعون، يموت بحادث سيارة، بحريق، بغرق، وهو مؤمن، فهذا شهيد في الآخرة له أجر الشهيد، لكنه في الدنيا يعامل معاملة الأموات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. طيب، معنا السؤال الثاني. طيب فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال من فقرتين: ما حكم الإكثار من الحلف بالله سواء صادقا أو كاذبا؟ لا يجوز هذا، ولا تطع كل حلاف مهين، فلا يكثر من الحلف، لأن الإكثار من الحلف يدل على الاستهانة به، فلا يكثر من الحلف. من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا أمر لا يجوز. نعم. أيضا يسأل عن أسباب عدم إجابة الدعاء، ما أبرزها يا شيخ صالح؟ أبرزها أكل الحرام، إذا أكل من الحرام وتغذى به أو لبسه فإنه لا يستجاب دعاؤه. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طيب. وكذلك مما يمنع إجابة الدعاء أن يستعجل الإنسان فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. عليه أن يكثر من الدعاء ولا ييأس من الإجابة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من موانع إجابة الدعاء أن يكون الداعي ظالما، كان يدعو على أحد لا يستحق أن يدعى عليه، لم يظلمه ولم يتعدى عليه، فلا يجوز الدعاء على الناس من غير سبب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أشكر زملائي الحقيقة في استوديو الطائف الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا له هذا اللقاء الطيب المبارك مع الإخوة والأخوات. الشكر موصول أيضا لزملائي في استوديو الرياض. الشكر موصول
الفنيين والمخرجين وبقية طاقم التصوير. هذه تحية وتقدير من مخرج هذه الحلقة ناصر القمي، الذي يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.